لتوفير المصاريف على الطالب الجامعي مقابل الخدمات التي يحتاجها خلال سنوات دراسته، انطلق مشروع بطاقة الطالب الجامعي الذي تبلور في عام 2014 ليشكل نواة للعمل على خدمة طلبة الجامعات الفلسطينية بشكل مباشر، وليحصل حامل هذه البطاقة على جملة تسهيلات وخصومات مختلفة. 40,000 طالب وطالبة في 11 جامعة فلسطينية ستصدر لهم هذه البطاقة مع انطلاقة المشروع، وليس هناك شرطا للحصول عليها إلا التفوق وأن تكون الأسرة من ذوي الدخل المحدود. هذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز، وهو موجه لكل الطلبة الفلسطينيين بصرف النظر عن أماكن إقامتهم، عن الجامعات التي يدرسون بها، ولا عن أيضا انتمائهم السياسي والحزبي. نحن نتحدث عن طالب فلسطيني بحاجة لا تتمكن ظروفه العائلية وظروف عائلته المادية من دعمه لمواصلة تعليمه الجامعي وتحصيله العلمي. يقدم مشروع بطاقة الطالب الجامعي خدمات تعليمية ومخبرية ومواصلات مؤمنة للطالب المنتسب من سنته الدراسية الأولى حتى التخرج، إضافة إلى منحة إعالة سنوية براتب شهري لمدة عام غير مستردة للعاطل عن العمل للحالات التي يتم التأكد بأنها بحاجة إلى ذلك. نحن نستهدف العائلات محدودة الدخل، وخاصة إذا كان هناك أكثر من شاب في هذه العائلة كما ذكرنا. اليوم نجد والحمد لله توجه جميع الأسر الفقيرة أو كانت محدودة الدخل توجهها إلى العلم، فنجد في كل بيت اليوم من 1 إلى 3 يتعلمون بالجامعات الفلسطينية، والمشروع يستهدف فقط الجامعات الفلسطينية. مشروع بطاقة الطالب الجامعي بيقدم مجموعة من الخدمات للطلاب، توفير المنح الدراسية، توفير الكتب والأبحاث الدراسية للطلاب. الهدف منه هو مساعدة الأسرة على تعليم أبنائها، دعم قطاع التعليم وخاصة الجامعات الفلسطينية، مساندة الطالب بالدرجة الأولى وأسرته، ثم الجامعة والجامعات والكليات في فلسطين. هناك تعاون مع 11 جامعة فلسطينية وكلية جامعية وكلية متوسطة. البطاقة ستفعل برسوم اشتراك قيمتها 70 شيكل مع إعفاء للحالات الخاصة، وبإمكان الطالب التعرف على آلية استخدامها والمؤسسات الشاملة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع. ولأن طريق التعليم في فلسطين ليست مفروشة بالورود، كان لابد من إيجاد بطاقة الطالب الجامعي كفرصة مجتمعية لتضافر كافة الجهود من أجل تسيير مسيرة الطالب التعليمية المتعثرة. لتلفزيون الفجر الجديد، تسنيم قشوع.